عليكم احبائي واصدقائي. اليوم الحلقه غير شكل، اليوم احنا بغير مول، احنا اليوم بمول دريم لاند. وطبعا هدايا حلوه وهدايا كلش قيمه ومفر مين من خديجه وسما مول ودريم لاند. طبعا رجعنا لكم اصدقائي. بابا تعال ننزل خلينا نقدم البرنامج. ما اقدم برنامج اذا ما اطلع حسب الحصان وافتر بيه بالحديقه كلها. خوش بابا تعال خلينا نقدم عندنا برنامج. هو غير يمشي حتى انا اجي اقدم البرنامج اذا هو بدا يمشي بعد الحصان واقف. من نخلص البرنامج تعال العب. اصدقائي اعتقد الحصان يمكن جماد ما يتحرك، وانا صار لي ساعه اتوسل بيه واقول له انزل حتى نقدم برنامج، هو ما يقبل ينزل. اذا انا راح انزل ببكانه واخليه هو باقي. أصدقائي وأحبائي طبعاً إحنا اليوم دريم لاند ألعاب كلش حلوة، ألعاب مميزة. بس هسه نلتقي بمن؟ بصديقنا. نقول له سؤالك صديقي انطيني. أصدقائي وأحبائي نلتقي بصديقنا ونقول له مساء الخير، شلونك؟ زين. شو اسمك؟ حيدر. ها؟ حيدر. صديقنا اسمه حيدر والظاهر صديقنا شاطر وحباب وسبع. أنت شاطر؟ إيه. يا صف يا صف أول بصف الأول، يعني عندك معلومات حلوة. إذا سألناك على سؤال تجاوب؟ إيه. زين سؤالنا كلش حلو وفي جوائز حلوة. خوش ركز وياي. سؤالنا يقول 1+1 شقد؟ 2. أصدقائي 2، بس ما حد غش الحمد لله. أي واحد من أصدقائنا ما حد قال 2، إذا هو شاطر ويستحق الجائزة. ما حد غششك مو؟ لا. انت شاطر تعرف؟ زين 1+2 ايش قد يساوون؟ هذا 1 وهذول 2 ايش قد صاروا؟ 3. الف مبروك وتستحق جائزتين مو جائزة واحدة. يلا اصدقائي زيوني روح جيب لك جائزة وتعال. يلا من نكمل نلعب وياك؟ ايه. اكيد؟ ايه. يلا شو انت تحب اصدقائي؟ قول انا احب اصدقائي. يلا قول انا احبكم. انا احبكم. وهذا الكارت بألعاب حلوة من دريم لاند. الف مبروك وهذا الكارت لك بألعاب وتلعب بيه. يلا تعال خلينا نلعب كلنا ونصرف الكارت ونلعب بالملاعيب. يلا واحبائي طبعا احنا فرحانين بهاي الموسيقى الحلوه، بس التقينا بصديقتنا قاعد تبكي، اريد نعرف سبب بكاء صديقتنا. ليش تبكين؟ لانه ما اعرف احكي. شلون؟ ما اعرف احكي. صديقتنا تقول انا ما اعرف احكي، انا عبالي واحد ضوجك. مو؟ لا. من اي واحد يضوجها ما يلوم الا نفسه، واني راح اتمسى طلقات. هذا شنو هذا؟ شنو هذا؟ مسدس. هذا مسدس نقتل بيه الاعداء؟ ايه. ونقتل بيه الوحوش. طا طا طا. زين صديقتنا هسه انت احنا نريدك تفرحين ويانا وتتونسين ببرنامج صندوق شهاب. هذا البرنامج بيه العاب حلوه ومعلومات حلوه وبيه هدايا. تحبين الهدايا؟ ايه. زين راح نسال السؤال وتجاوبين عليه والك هديه كلش حلوه. سؤالنا يقول عددي لي 3 أنواع من الفواكه. ها؟ 3 أنواع من الفاكهة. البرتقال. الموز والبرتقال والتفاح. الموز والبرتقال والتفاح. ألف مبروك. وهسا أنا وياك نطلع ونقاتل الأعداء ونقتلهم كلهم وكل الوحوش اليوم. هاتي لزمي. لا لا لا
مو أنا مو أنا مو أنا على 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 بدي أركب على كيفك أصدقائي. ما يصير إحنا نستخدم الأسلحة مال بابا ونلعب بيهن لأنه هذه خطورة، ونقول لك مبروك وخدت ويانا جائزة حلوة. زيوني روح جيب لك جائزة صديقتنا. يلا أصدقائي، هاي الجائزة حلوة مقدمة من خديجة ودريم لاند، وهاي من دريم لاند بها ألعاب هواية حلوة. ابقوا ويانا وتعالونا يومية وانتظروا الجوائز مالتنا، وهاي الجائزة إلك. يلا أصدقائي ابقوا ويانا، قولي لهم باي باي. باي باي. بعد تبكين؟ لا أكيد؟ إيه. بس أنا ما حد يعطيني هدية، هم أخذوا هدايا وأنا ما حد يعطيني هدية، حتى زيون يقول لي ما لك علاقة بي. وأحبائي ونلتقي بصديقتنا الأمورة ونقولها شلونك؟ شو اسمك؟ رحمة. اسمها رحمة. رحمة مو؟ رحمة تحبين بابا وماما؟ إيه. ها؟ إيه. زين تحبين أصدقائنا؟ إيه. قولي أنا أحب أصدقائنا. أحب أصدقائنا. رحمة صديقتنا تحب أصدقائنا وتموت عليهم. وبهاي المناسبة راح نعطيها هدية كلش حلوة. نعطيك هدية؟ ايه. تبين الهدايا؟ ايه. اصدقائي ونلتقي بصديقتنا الامورة، نقولها شلونك؟ زينة. يا صف. صف الثاني. ها؟ صف الثاني. صف الثاني، علي صوتك مو؟ شو اسمك؟ نادين. ها؟ نادين. نادين؟ مصطفى. نادين مصطفى. يلا اصدقائي اسمها نادين مصطفى. نادين راح نسأل السؤال كلش حلو وتركزين ويانا اصدقائنا دي يتابعوك برنامج صندوق شهاب. من يقدمه؟ عمو مهند وزيوني. وقع زيوني ابني. وقع مو وقع له عاقل بوعي. وقع له عاقل. عاقل اصدقائي تقول على زيوني عاقل. زين راح نسألكم سؤال، اذا فزتوا ويانا الي الجائزة مو؟ سؤالنا يقول ركزوا وياي، عددي لي ثلاث انواع من الحيوانات الأليفة. من فيل. ايه. قرد. وبعد وطلي. الخروف. الخروف. الخروف طبعا الخروف حباب ومدنفش هو ومرات يلعب هواية. هو شاكل الخروف؟ شاكل لحم. لا الذيب ياكل لحم. الخروف ياكل حشيش. ياكل حشيش. ألف مبروك واخدت ويانا جائزة حلوة انت وهاي الأمورة الحلوة. يلا أصدقائي صفقة حلوة لكم. هاي يلا زيوني روح جيب لهم هدايا الحلوة وتعال وهديتين. يلا يلا. الثعلب مسك الأرنب قال له ما تحكي ولا شيء. عافية أصدقائي إن شاء الله يا ربي تستمتعون ويانا. ها هاي الهدايا وهاي الهدايا وخلي نشوف الهدايا شبيهن. أصدقائي مصاصة حلوة كبيرة، وهاي المصاصة إلك وأحلى مصاصة. وهذا ها دايمون. يا دايمون يطير حباب باعي هذا يطير. وهاي هدايا هواية طبعا، وألف مبروك وبرنامج صندوق شهاب. وهذا الكارت من دريم لاند صديقتنا الحباب الأمورة، هذا إلك هذا الكارت. أصدقائي ابقوا ويانا لا تعوفونا وفقرات حلوة. يلا تعالوا ويانا. يلا باي باي. باي باي. أصدقائي وأحبائي إحنا اليوم بدريم لاند، ألعاب حلوة وجوائز حلوة، ونلتقي بصديقتنا اللي هي أحلى جائزة بالدنيا كلها. مساء الخير. مساء الخير. شو اسمك؟ أم البنين. ما شاء الله أم البنين حبابة. يا صف أول. صف الأول أنت شاطرة؟ زين أم البنين راح نسأل السؤال كلش حلو وتجاوبين عليه. خوش؟ يلا مدي إيدك بالصندوق وطلعين الأسئلة.
عافية عافية. أم البنين أم البنين لزمت هذا السؤال برنامج صندوق شهاب. سؤالنا يقول ركزي وياي حتى تاخذين جائزة كلش حلوة، مو تحبين الجوائز؟ يلا أم البنين، سؤالنا يقول ما هو لقب حمزة بن عبد المطلب عليه السلام؟ شنو لقبه كان يلقبوه؟ أسد الله. عافية عافية، اسمه لقب أسد الله مو؟ مبروك فازت ويانا جائزة حلوة ونقول لك مبروك. يلا زينب نروح نجيب لها جاهزة لأم البنين الحبابة مو؟ يلا قولي لهم باي باي أصدقائي، باي باي، وإن شاء الله أنتم تاخذون جوائز حلوة مو؟ مو تاخذون جوائز؟ وهذا جت الجائزة ونقول لك مبروك، راح تلعبين بالملاعب وراح تلعبين ويانا بدريم لاند ملاعب مجانا. بالعافية عليك وهاي الهدية الحلوة، وابقوا ويانا مو تروحون، يلا تعالوا ابقوا ويانا، يلا تعالوا. اليوم فرحانين ونلعب ورياضة حلوة على هاي الموسيقى الحلوة، تحبون الرياضة؟ تحبونها؟ إيه. يلا قمزوا وياي، قمزوا وياي، فرحانين ونلعب رياضة حلوة واحنا نشيطين ونلتقي بأصدقائنا نقولهم وقفوا لا حد يتحرك، تعبت تعبت تعبتوني وخليتوني أقمز وأنتوا ضعيفين واني سمين ما اقدر اركض هوايه. اصدقائي ونلتقي باصدقائنا نقولهم شلونكم حبايب؟ زينين. شو اسمك؟ يوسف. صديقنا اسمه يوسف، وانت صديقنا؟ محمد. اسمه محمد. اصدقائي صديقي يوسف ومحمد برنامج صندوق شهاب، ابقوا ويانا وراح نسالكم اسئله حلوه وبيها جوائز، تاخذون الجوائز ولا لا؟ ايه راح ياخذون الجوائز، ابقوا ويانا وسمعوا الاسئله ويا رب ان شاء الله الكل يفوز. يلا اصدقائي مد ايدك بالصندوق وطلع لنا السؤال، يلا تعال يلا. اصدقائي اليوم فرحانين واحنا وزيوني بدريم لاند، العاب حلوه وفقرات كلش حلوه. اصدقائي ركزوا وياي، السؤال صعب وأسئلة وجواز همي أنا وقيمة وكلش حلوة. سؤال صديقنا محمد، نقول لك يا محمد الثعبان مين حاسة الشم عنده ومين يشتم؟ من لسانه. عافية، من لسانه حاسة الشم. أوه الحية مخيفة. أصدقائي إذا لقيتوا حية بأي مكان بالحديقة أو داخل البيت أو خارج البيت ممنوع تتقرب عليها، تبلغ بابا وتبلغ ماما أو أي رجل كبير تبلغه، مو صحيح؟ نقول لك حمودي مبروك أخذتوا ويانا جائزة حلوة. يلا ونسأل صديقنا ونقول له سؤال مهم، ركز ويانا. الأسد أسد ماكو أسد هنا؟ لا ماكو أسد. الاسد انت تخاف من الاسد؟ اي. تخاف من عنده؟ اي. زين الاسد حيوان مفترس لو اليف؟ مفترس. مفترس، الف مبروك فزت ويانا. الاسد حيوان مفترس واني اخاف من عنده واروج من عنده. يلا زيوني راح تجيب الهدايا ونقول لهم مبروك فازوا ويانا وراح نجيب لكم هدايا حلوه. احنا وين هسه؟ وين؟ بدريم لاند مو؟ اي بدريم لاند، العاب حلوه وجوائز ايضا حلوه. هاي الهدايا كل من له هديه وكل من فاز ويانا، وهاي الهديه لك وهاي الهديه لمحمد، محمد شاطر ويستاهل. هاي هديه مقدمه من دريم لاند. هاك حمودي ابقوا ويانا ولا تعوفونا، فقرات حلوه واسئله كلش حلوه.
أصدقائي وأحبائي، وطبعا إحنا اليوم صرنا رجال آليين، لأن أنا رجل آلي، مو صحيح زيوني؟ أصدقائي إحنا نقول اليوم نلتقي بصديقنا ونقول له شلونك؟ زين. زين، أنت شو تتابع؟ قناة شاب. يتابع قناة شاب، يعني حتى إذا ما جاوبت على السؤال إلك الجائزة مو؟ إي. تاخذ الجائزة؟ إي. زين، أنت شو اسمك؟ عبد العليم. عبد العليم صديقنا الحباب الشاطر يتابع قناة شهاب، وأنا هم نتابع قناة. لا إحنا مو نشتغل بقناة شهاب، إحنا نشتغل ونتابع، نشتغل بس هم نتابع قناة شهاب. متابعها؟ إيه. وزيوني هم لنا إلى جائزة كلش حلوة، إلى مصافة كبيرة هالكبرها راح يشيلها بالسيارة ويروح بيها للبيت. إحنا هم لنا راح نعطيك جائزة حلوة، تحب ماما وبابا؟ إيه. أكيد. إيه. طبعا صديقنا سبع وعنده استرخاء حلو وشاطر. يلا صديقنا نقول لك واحد وزاد واحد اثنين. اثنين ودعتك حتى اذا ما جاوبت الك الجائزه، لان انت تتابع. شو تتابع؟ قناه شاب. قناه شهاب. يلا اصدقائي احنا نريد الكل يتابع ويانا قناه شهاب، ابقوا ويانا وقول لهم باي باي. يلا قول لهم باي باي. باي باي. زيوني روح جيب لك جائزة، وصديقنا فاز ويانا بجائزة حلوة، وألف مبروك، وأخذت الجائزة ويانا مو أخذتها؟ يلا تعال تعال، إحنا أخذنا الجائزة وهذا الكارت دريم لاند بألعاب مجانية حلوة، هذا الكارت إلك، وروح نلعب أنا وياك؟ إيه. الزم الزم. يلا يلا تعالوا، يلا خلوا نروح نلعب، يلا نلعب، يلا يلا. أصدقائي وأحبائي إحنا اليوم يم النفاخ مجتمعين بي ودا نلعب بالنفاخ. نفخ من وين؟ من وين؟ من وين؟ شلون انفجرت النفاخة؟ النفاخة انفجرت أصدقائي، لأن هي تخاف من عندنا مو؟ النفاخة بيمة النفخ بالهواء. بالهواء أصدقائي، بعد ما فزينا من النفاخة نلتقي بصديقتنا نقولها شلونك؟ جينا. شو اسمك؟ جنى. جنى. جنى تحبين الهمبرجر؟ ايه. والبيتزا؟ ايه. جنى تحب الهمبرجر والبيتزا، وانا هم احب الهمبرجر واحب البيتزا عليها كاتشب. زين جنى انت يا صف؟ انا بالتمهيدي. جنى بالتمهيدي. جنى سباعيه وشاطره، تحبين ماما وتساعديها بالبيت؟ ايه. اكيد اكيد. عافيه. وتحبين بابا؟ ايه. عافيه. جنى راح نسأل السؤال حتى نعطي جائزة كلش حلوة مو؟ ايه. أصدقائي قالت ايه، يعني موافقة انه نسأل سؤال. سؤالنا يقول يا جنى ركزي وياي، أريد تقولي لي فائدة السكينة بالمطبخ، شو يسوون بيها؟ يقصون. شو يقصون؟ الزلاطة. الزلاطة والرقي وبعد؟ والبطيخ. بطيخ. أصدقائي أنا أموت على البطيخ، أحب البطيخ، بس نقول لك مبروك وأخذت ويانا جائزة بطيخة. بطيخة؟ بطيخ. شنو أخذ الجائزة؟ هدية. هدية. هدية يا أصدقائي هدية، إحنا ما ندري، أنا عبالي بطيخ. هسه نطش بطيخ لو هدية؟ هدية. هدية، وبعدين ناكل بطيخ؟ لا هدية. هدية، مصممة على الهدية، ونقولها ألف مبروك وأخذت ويانا الهدية. أصدقائي ابقوا ويانا وروح جيب الهدية وتعال زيوني، وخذ نلعب أنا وياك بالملاعيب ونلعب بالنفاخ. يلا تعي 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 بقى، هذا النفاخ، هذا النفاخ، أحب النفاخ. أصدقائي أنا أحب النفاخ وراح آخذ ويانا نفاخ. ها شنو؟ ها أصدقائي صحيح الجائزة من دريم لاند، هذا كارت مال ألعاب، هدية إلها. يلا قولي لها باي باي. يلا باي باي. باي باي أصدقائي، تعالوا ويانا باي باي. يلا مشي خل نروح. يلا يلا. أصدقائي وأحبائي ونلتقي بصديقنا ونقول له مساء الخير عليكم، شلونكم؟ زينين. شو اسمك؟ منذر. صديقنا اسمه منذر، وانت؟ فهد. فهد انتوا اخوه؟
اي يعني تشربون؟ زين اصدقائي، بما انهم اثنين راح نسالكم اسئله حلوه، واللي يجاوب على السؤال له جائزه. شو تقولون، تجاوبون ولا ما تجاوبون؟ جاوب. تجاوبون؟ اي زين، راح نسال صديقنا منذر، نقول له 5 × 7 قد؟ 5 × 7 قد؟ 35. عفيه، 35، الف مبروك، وخذ ويانا جائزه حلوه. زيوني روح جيب الجائزه، وانت اريدك تتعلم الرياضيات حتى تحصل ويانا جوائز، مو؟ اي بس انت مع ذلك، انت هذا الجائزه صديقنا، وانت فزت ويانا بملاعب هوايه. امشي روح نلعب انا وياك، يلا انت ابقى هنا وراح ناخذ فريق لمنذر يلعب ويانا ملاعب مجانيه. يلا اليوم طبعا نتمنى استمتعتوا ويانا ببرنامجنا صندوق شهاب، وطبعا احنا اليوم بالدريم لاند، العاب حلوه. باي باي. لا تنسى الاشتراك والاعجاب في قناة شهاب الفضائية.